اليوم الرسالة ديالي موجهة لجميع الناس المغاربة اللي عندهم غير على البلاد اللي عندهم غير على الوطن وعلى هذه الأمة وبغاو يصونوها يطوروها الآن اليوم كندخلوا الأسبوع الأول من خوتنا وصحابنا ورفاقنا داخلين إضراب على الطعام يوميا واحد العشرة ديال الناس واحد الناس كيتعرضوا للموت معرضين راسهم لخطر الموت يوميا جوج ثلاثة الناس كيمشيو للمستعجلات في واحد الحالة حرجة خونا دابا واحد ثلاثة ايام تعتق من الموت حتى لاخر لحظه وعتقوه من الموت يعني هاد الرساله هذه بغيتهم 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 يسمعوها بغيتهم يديروا بها علاش لانه شنو هو المطالب ديال ديالنا دي دي حنا كاملين هما الناس اللي المطالب ديالنا اللي خلات هاد الناس هادو يضحيو بنفوسهم بغينا يتلغاو هادوك دي النتائج ديال الامتحان وبغينا يتعاود هذاك الامتحان وبغينا يتفتح تحقيق فتح تحقيق هو اللي عليه كلشي علاش لانه هو غيعرف لنا الحقيقه كيفاش توقعت هذه المصيبه وهذه الكارثه هذه اللي تقدر تعصف بالدوله ديالنا بغينا نعرفوا شكون الناس اللي تكابلت في هذه المشكله هدي. حنا من اليوم الاول من يوم 30 دو جنبير وحنا كنخرجوا بالحقائق وكنقولوا بان كاين شبهه ديال التزوير وكاين ان انه وكاين انه كاين انه فساد وكاين انه, انه خرق القانون يعني هذا الشيء بوحده شافي وكافي باش انه يتفتح تحقيق علاش؟ حنا ماشي ماشي الا لت الا شي قرار غنقولوا بان غيتم لي الذراع ديال الدوله لا بالعكس غيتم غيتم غادي يتم قمع جميع الفاسدين والناس اللي غيبغيو يعاودوا يديروا هذه المازاله في حق ابناء الشعب وفي الشعب بانهم ما غيعاودوش يديروها ولان كل واحد خصو يتحمل المسؤوليه ديالو خاصو يتحاسب على على المهزله هذه اللي طرات مشينا الاضراب على الطعام اللي داروه خوتنا وما تتحملوا في المسؤوليه ديالهم وداروه عن قناعه ما جاش من فراغ وما جاش هو اول خطوه منذ اليوم الاول ودابا راه دابا راه اكثر من شهرين اكثر من شهرين راسلنا جميع المؤسسات درنا وقفات امام البرلمان درنا اكثر من ست الوقفات مؤخرا الوقفه الاخيره تم القمع ديالها بشراسه وبدروة من طرف السلطات ومحكمة والمحكمة النقد البارح خرجت بقرار بانه غادي رفضت جميع الطلبات اللي تقدمت لها ديال ديال يعني, يعني كنقول لكم اننا رسنا جميع المؤسسات راسنا هيئه نزول وقايه من الرشوه راسنا مشينا لمحكمه النقد مشينا للمحكمه الاداريه مشينا للمحكمه الجنائيه جميع المؤسسات سلكنا لها جميع الخطوات النضاليه سلكنا لها من وصلنا اننا حاولنا نديرو تصعيد كيتم الرفض ديالو يعني ملي كتشوفوا هذه الحاله هذه باش نول شنو الواقع شوفوا انا طرحوا السؤال الى شي واحد من خوتنا اللي دار الاضراب على الطعام انه وفاته المنيه غير قولوا لي شنو هو الاحساس ديالكم ديك الساعه غير قولوا لي كيفاش غتكون شهتنا شهره راه التاريخ ما تنساش التاريخ ما تنساش ما عمر شي امتحان ما عمر واش غير قولوا لي الناس اللي انه واحد وصل انه يضحي بحياته شنو هو لي الدافع اللي غيخليه انه يضحي بحياته الا ما كانش مامن بواحد القضيه غير لي الا ما كانش مامن بها وما كانش عنده الحق حنا لو اننا تنطالبوا ولا بغينا نطالبوا بشي حاجه اللي وهميه انا كنقول لهم يخرجوا يكابحون يجيو عند الناس دورنا ويشدونا ويرتكبوا فينا داكشي كاع اللي بغاو ولكن حنا عارفين بانه هما في قرارات نفسهم عارفين بانه راه مطالبنا مشروعه انه خصو يتخذ واحد القرار ويتخذ واحد الاجراء في حقنا لانه هذه المهزله الا كملات راه غتكون عقيبتها ماشي على خير والتقليد ديال الدراري اللي دار يضرب على الطعام والبنات على رقبه هاد الناس اللي داروا هذه المهزله هذه وزاره العدل جمعية ديال الهيئه النقابه ديال المحامين وجميع الاطراف اللي خدمت المصالح ديالها على ظهور ولاد الشعب وظهر الشعب وظهر هذا الوطن هذا لانه راه كما نعاود نقول التاريخ والله ما تينسى وغيجيب ربي غيبين العالم في كل واحد لانه لانه لانه, لأنه ملي ملي كتشوف واحد الشاب باقي كله طاقه وكله زخم وكله باغي يحقق شام حاجه وانه تيتم الفرمله ديالو بالطريقه هذه هادشي الله والله التاريخ ما غادي يدوزو بالنسبه للدعايات اللي كنسمعوا مؤخرا انه غيتم تشكيل احزاب سياسيه او لا شيء من هذا القبيل هذا الشيء فقط اخبار كتبغي كتبغي تلعب لنا بالنفسيه ديالنا وهي اخبار زائفه او الدليل على ذلك انه كل شخص اللي استعمل هذه هذه الفتره هذه واستعمل هذه القضيه ديالنا باش انه يقدم مصالحه الخاصه تم الطرد دياله بدون رحمه بدون هواده العديد منهم منهم انا اللي متحزب منذ سنين ولكن وقفت انا الممارسه ديالي هذه الفتره بان كاينه واحد القضيه اللي مؤقته خصنا ندافعوا عليها اي شخص استعمل استعمل هذه القضيه ديالنا باش انه يركب عليها ويحقق مصالح ديالو ممكن ما غاديش تتم الرحمه ديالو وغادي يتم الطرد ديالو كما تم طرد العديد من الناس